الثلاثيات أو الترايدز. أنت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. أهلا بيكم مرة تانية، اصحى معايا بقى. النهاردة درس هارموني، بس هيبقى درس أساسي لكل اللي هناخده بعد كده. دلوقتي فاكر السلم الدو ماجير اللي احنا عملناه قبل كده؟ دو ماجير ببساطة احنا هنبدأ من الوتر الثالث، دو بالصباع الثالث، بالصباع الاولاني ري، على الوتر الثاني مي، بعد كده بالصباع ثلاثة فا نص تون، سول لا، وبعد الله بتون كامل هيبقى السي، والصباع الصغير هيعمل لي الدو. دي نغمات سلم السي ميجر، السي ميجر او بالعربي الدو ماجير. نغمات السي ميجر ديت، تخيل انت نغمات السلم ديت، كل نغمة من نغمات السلم رحت جاي فوقيها ناطت نغمة وحطت النغمة اللي بعدها، فالدو تبقى فوقيها مي، وبعد المي نط نغمة وحط نغمة تانية، سيب الفا وحط السول، هيبقى الدو مي سول، دو مي سول، دو مي سول. من علم الصوتيات الناس ما جربت التلات نغمات دول على بعضهم لقيتهم بيعمل صوت متوافق مع بعضه، بيسموه تآلف، تآلف او بالمعنى الحديث كورد، تآلف او كورد. ثلاث نغمات لو اتحطوا مع بعض بيدي صوت مألوف للودن، بيدي صوت مألوف للودن. طيب اما جم يحللوا بنفس النظرية بتاعت 1 3 5 1 3 5 اولى 3 5 لكل نغمات السلم، نتجت لي الترايدز دي. ترايدز يعني ثلاث نوت، بس الكورد مكون من ثلاث نوت، اولى وثالثة وخمسة. الدو مي سول هيبقى دو مي سول، ده سلم، ده كورد، ده دو مي سول. الدو والمي سول دوت طلع الكورد السي ميجر، السي ميجر. طيب لو جينا ري، بص فوق، ري هيبقى فوقها فا، هيبقى فوقها لا، ري طلع تآلف بس ليه طعم تاني. شوف الفرق بين ده وده، ليه؟ هنعرف بعدين السبب بتاع ليه التآلف ده وطعمه مختلف عن التاني. طب نكمل بقى بقية السلم اللي احنا عملناه. فاحنا هنحط الصباعين، الصباع الاولاني هنحطه على السول، الوتر الساد الاولاني، وبعدين الصباع الزغنطوط خالص هحطه على المي، وفوقه الصباع التالت على الدو. الصباع بقى التاني دوت ما بيعملش حاجة خالص اهو، فده كورد السي ميجر. لما هاجي اعمل كورد ماينر هروح منقول بجنب، ما هو ده خلي بالك السي كانت هنا على الوتر ده، فاجيب الري هتبقى بالظبط خطوة بعده، يعني سيب نص تون وعدي التالت، بس الكورد الماينر هيبقى التلاتة فوق بعض عاملين زي سلم كده، طالعين سلم مع بعض، كان واحد طالع السلم على صوابعك يعني. طيب بين الري والمي تون كامل، انت قول لي بقى، فهيبقى هعدي نص واكمل اللي بعده، هيبقى بالظبط كورد مينير تاني. طب اعمله بقى كله كده تاني مع بعضه اللي احنا عملناه، دو ري مي. طيب واحد يقول لي بين المي وبين الفا ايه؟ نص تون، تمام. فانا هتحرك من المي هنا نص تون هنا، بس لو انا بصيت على الفا واللا والدو، فا لا دو، ده كورد ميجر، الفا ماجير في سلم الدو ماجير. طيب بين الفا والسول نوتة كاملة، فبنفس الوضع اللي انا فيه ده هتحرك نوتة كاملة، سول سي ري، سول سي ري. طب بعد السول نوتة كاملة، بس اللا هنا هتبقى لا دو مي، لا دو مي، لا دو مي، لانه منير. طيب سي والري والفا، سي والري والفا، ادي السي وادي الري
بس الفا مش دييز هنا عشان احط ايه السلم بتاعي ماشي زي العادة، لا ده انا لازم اتحرك نص تون لورا شوية عشان تبقى الفا مش الفا دييز. سي والري والفا، وارجع تاني على الدو. انا كده عملت هارموني للسلم المجير بحاله. طب ايه الفرق بين كورد؟ لازم نفرق بين الاتنين دول، الكورد السي ميجر طعمه دوت والدي ماينر. ليه ده مختلف عن ده؟ ليه طعمه ده؟ وليه طعمهم هما الاتنين مختلف عن السديمينش ده؟ ده سي طعمه مختلف خالص غير الري وغير الدو لما عملت هارموني ليهم. ليه طعمه مختلف عنهم يعني؟ لو حللنا الموضوع بين الدو والمي، يبقى دو للري ادي تون كامل، ومن الري للمي تون كامل. طيب بين المي والسول، مي للفا نص تون، وفا للسول تون كامل. فدلوقتي بقى عندي المسافة بين الأولى والتالتة 2 تون، والمسافة بين التالتة والخامسة 1.5 تون. لو المسافة الكبيرة في أول خانة عندي في بعد أساس الكورد من الأساس للتالتة مسافة كبيرة، التالتة لو كانت كبيرة ده بينتج لي كورد الميجر. كورد الميجر ده ميجر، التالتة الأولانية اللي فيه بتبقى تالتة كبيرة. فلما التالتة الكبيرة بتبقى موجودة بين الأساس وبين التالتة ده بيبقى الكورد ميجر. طب لو التالتة صغيرة مش كبيرة بس بين التالتة والخمسة مسافة تالتة كبيرة، فيبقى من الري ري مي تون كامل، مي فا نص تون، تبقى 1.5 تون. التالتة الصغيرة 1.5 تون، راجع دروس المسافات بتاعتنا. بس من الفا لله ده مسافة تالتة كبيرة. لو كانت المسافة التالتة بين الأساس وبين التالتة صغيرة والمسافة بين التالتة وبين الخمسة كبيرة، ده بيبقى الكورد بيسموه ماينر. تاني حاجة شفناها تاني من الكوردات. تالت حاجة شفناها بين السي، أنا هعملها من هنا عشان تشوفوها كويس، بين السي اللي هي البي والدي والاف، سي ري فا. بين السي، سي للدو نص تون، دو للري تون ادي 1.5، وبعدين ري للمي ادي تون، ومي للفا نص تون، فواحد ونص تون وواحد ونص تون، تالتة صغيرة فوقها تالتة صغيرة كمان، فدوت ينتج لي كورد اسمه الدمينيش، الكورد الغامض ده. مش ناس كتيرة بتستعمله في المزيكا على فكرة، بس هو بيبقى بدل الخمسة لما بنيجي نعمل قفلة، لأنك أنت عايز ترجع منه على السي ميجر. شوف مش مستقر، عايز يستقر. وما عدا استقراره ده بيبقى بسبب ان بين السي والدو نص تون، وبين المي والفا نص تون، نص تون مع النص تون دول الاثنين كل واحد منهم عايز يتصرف للنوتة بتاعته. فالسي عايزة تروح للدو والفا عايزة ترجع للمي. فانا كده الله، طب انا ممكن كده اعمل هارمونايزيشن لكل السل بقى طول ما انا ماشي. ممكن اعمل بقى التمرين ده. وأشوفكم الحلقة الجاية.